نظم برنامج البيرق في جامعة قطر اليوم التحكيمي لإنجازات ومشاريع طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج لهذا العام والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلبة للخوض في مجال البحث العلمي وإثارة الفضول لديهم وترغيبهم في دراسة العلوم بطرق مبتكرة. أكثر من 400 طالب وطالبة من 14 مدرسة ابتدائية وإعدادية شاركوا هذا العام في برنامج البيرق تحت مسار أنا أكتشف مواد العلوم، ليتعرفوا عن طريق ورش علمية مكثفة على أحد مجالات علوم المواد. برنامج البيرق هو برنامج تعليمي غير تقليدي، الهدف أسس من قبل الدكتورة نورة الثاني في جامعة قطر. الهدف منه أنه نحاول نشرك الطلاب أو نحببهم في مجالات العلمية عن طريق إشراكهم في أنشطة أو تجارب علمية مختلفة، عن طريق استخدام أحدث أساليب التعليم التي تجمع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في منهج متكامل. قام الطلاب بالعمل على مشاريع علمية مختلفة، تعلموا منها مفاهيم جديدة خلال التجارب والعمل الجماعي. احنا جايين لمشروع اسمه الادعم. فكرة الادعم هي ان نوفر بين كل مدرجات ملاعب 2022 جهاز صغير تقدر فيه خدمات كثيرة، خدمات طوارئ، خدمات مثلا نتائج مباريات، اتصال، شحن الهاتف، وكل هاي يعني في النهايه عن طريق الطاقات المتجدده. الاستفاده اللي خذيناها ان طوروا يعني خلوني جريء في الكلام، يعني الناس الحين ما تشوف انا صرت جريء في الكلام، اول شوي ها اتوتر فيني توتر، فخلوني جريء في الكلام وخلوني ان افكر كيف اطلع معلومات من الانترنت واهميه العمل الجماعي. إنماء وتطوير الشباب والجيل الناشئ تحديداً وجعلهم مؤهلين لممارسة أدوار حيوية وقيادية في المستقبل هو ما يسعى إليه برنامج البيرق عن طريق الاستثمار وتقديم الدعم لأبناء هذا الجيل.